أعلنت مصر رفضها التصرفات الأثيوبية الأحادية والمخالفة للقانون الدولي بشأن سد النهضة. وفي رسالة لمجلس الأمن قالت الخارجية المصرية إن أثيوبيا تتستر خلف ادعاءات لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق بسد النهضة، لافتة إلى عدم وجود إرادة سياسية لديها لحل هذه الأزمة. كما أوضحت أن سياسات أثيوبيا ستحمل تداعيات خطيرة على مصر والسودان، معربة عن استعداد القاهرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه. معي من القاهرة مراسل الشرق محمد الخولي. أهلا بك معنا محمد. محمد، لماذا لجأت مصر إلى مجلس الأمن بعد عام على توقف المفاوضات؟ نعم عبد الرحمن، يعني توجه القاهرة إلى مجلس الأمن جاء بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والتي أشار فيها إلى أنه في ديسمبر المقبل سيكتمل بناء السد، وأيضا ستصل كمية المياه المحتجزة خلف السد إلى 71 مليار متر مكعب من المياه من الكمية الإجمالية التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه. هذه التصريحات رفضتها القاهرة جملة وتفصيلا، ووضعت خطابا أمام مجلس الأمن قالت فيه بأن الماراثون التفاوضي الذي استمر ل13 عاما استغلته أديس أبابا كغطاء تفاوضي لتكريس سياسة الأمر الواقع. يعني أيضا اتخذت إثيوبيا القرارات الأحادية التي من شأنها أن يكون لها تداعيات خطيرة على دولتي المصب مصر والسودان. أيضا يعني القاهرة ترى بأن هذه التحركات تهدد استقرار الإقليم، وأيضا الجانب الإثيوبي ينتهج سياسة إثارة القلاقل مع دول الجوار. المفاوضات كانت قد توقفت في العام الماضي بعد جولات كثيرة قدم فيها الطرفين مصر والسودان حلولا فنية وقانونية إلى إثيوبيا، لكنها رفضت تلك الحلول بطريقة من شأنها أن تضر مصالح دولتي المصب. وأيضا خالفت اتفاقية المبادئ الموقعة في 2015 والتي تنص أيضا على احترام مصالح الدول الثلاث. هذه الخطوة هي خطوة تصعيدية من قبل القاهرة في ظل مخاوف وفي ظل أيضا وجود فجوة مائية ما بين الاستهلاك من المياه وما بين المتوفر، يراها الخبراء قد تصل إلى 25 مليار متر مكعب من المياه، وهي فجوة كبيرة تحاول القاهرة على حلول لسدها في ظل هذه التغيرات المناخية الحاضرة. من هذه الحلول إعادة استخدام أو تدوير المياه مرة أخرى، وخاصة المياه الزراعية، وأيضا الإكثار في بناء محطات لتحلية مياه البحر. لكن هذه الخطوات بالتأكيد ليست كافية لسد هذه الفجوة، لذلك هناك تحركات من قبل القاهرة كما ذكر الخطاب المرسل إلى مجلس الأمن في اتخاذ خطوات من شأنها أن تحافظ على حقوقها المائية. شكرا لك من القاهرة مراسل الشرق محمد الخولي. تخطط حكومة جيبوتي لمنح أثيوبيا حق وصول حصري لميناء جديد لنزع فتيل التوترات. وقال وزير خارجية البلاد إن جيبوتي التي تشترك في الحدود مع أثيوبيا وأرض الصومال على وشك تقديم عرض لأثيوبيا يشمل طريقا بديلا إلى خليج عدن، ولفت إلى أنه يعرض إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100%، وهو ممر جديد تم بناؤه في تاغورا على ساحل الدولة الواقع في القرن الأفريقي. في المقابل أرسلت أثيوبيا مندوبا جديدا بدرجة سفير إلى أرض الصومال، وذلك لأول مرة منذ بدء العلاقات بين أديس أبابا والإقليم. كما قالت الخارجية الأثيوبية إنه لا يمكنها أن تظل ساكنة بينما تتخذ جهات أخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة، مشيرة إلى أنها عملت على ترويج السلام والأمن في الصومال والمنطقة بما في ذلك إجراء مناقشات لحل الخلافات مع الصومال، لكنها اتهمت مقديشو بالتواطي ضدها. إلى ذلك كشفت مصادر أثيوبية أن رئيس الوزراء الأثيوبي يعتزم نقل قواعد عسكرية
إلى إقليم أوغادين الحدودي مع الصومال بشرق البلاد. وبحسب المصادر فإن قرار أبي أحمد ينبع من خشيته من التهديدات المتزايدة التي تسببها القوات الأمهرية وقوات أورومو، ويسعى أبي أحمد لمواجهة التحديات الأمنية التي خلقتها الاتفاقية التي وقعتها أثيوبيا مع إقليم أرض الصومال، وذلك لإنشاء منفذ بحري لأديس أبابا، وأثارت غضبا صوماليا واسعا. في عام 2023 جدد رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد استعادة الوصول إلى منفذ بحري كهدف استراتيجي، وحذر من أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى صراع، ومؤخرا وجد هدفه في أرض الصومال، الأمر الذي أثار غضب مقديشو. وضعت إثيوبيا الحبيسة الوصول إلى منفذ بحري على البحر الأحمر كهدف استراتيجي لها، فأبرمت اتفاقا مع أرض الصومال للحصول على منفذ على خليج عدن تستأجره لمدة 50 عاما، فضلا عن إنشاء قاعدة عسكرية ومرافق تجارية المقابل حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية، واعتراف محتمل بأرض الصومال وهي منطقة شبه مستقلة تعتبرها الصومال جزءا من أراضيها، كما أنها غير معترف بها من قبل أي دولة أو منظمة دولية. رفعت الخطوة الإثيوبية منسوب التوتر في القرن الإفريقي غير المستقر بالأساس، وأغضبت مقديشو فطردت السفير الإثيوبي بعد إغلاق القنصلية، واستدعت سفيرها من أديس أبابا، وهددت بمعاقبة الشركات التي تعامل أرض الصومال كدولة مستقلة. اعتبرت التصرف كذلك عملا عدوانيا ضد سيادة الصومال وتهديدا مباشرا لموارده البحرية، يستدعي من الحكومة الدفاع عن حقوقها. لكن الصومال عانى سنوات طويلة من القتال ضد المجموعات المسلحة فاستنفذ موارده وقدراته العسكرية، فوقعت مع مصر بروتوكول تعاون عسكري، وبناء على هذا الاتفاق أرسلت مصر معدات ووفودا عسكرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو. من جانبها استنكرت الخارجية الإثيوبية نشر قوات مصرية في الصومال، ودعت القاهرة للتفاوض، لكن في الوقت نفسه عينت سفيرا لها في أرض الصومال.